السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، مرحبا بكم في قناتنا التعليمية سهولة النحل تي في. في أول الموسم الكبير من كل سنة نقوم ببعض الأعمال لخدمة النحل. هذه الخدمات التي نؤديها لا بد أن تكون وفق النظام الذي يعمل على شاكلته النحل داخل خليته. وفرق كبير بين خدماتك للخلية البلدية والخدمات التي تؤديها لخلية الإنتاج العصرية. خلية الإنتاج العصرية الغرض منها هو تكثير الإنتاج، وكلما كانت المصاريف متعددة ومكلفة كلما كان الإنتاج كثير بفضل الله. في هذه الرسالة أحبتي الكرام سنقوم بتقليل التكاليف مع استمرارية الخدمة للنحل على الشكل المطلوب. نبدأ بالحديث عن الإضافات. الأساسات الشمعية هي أكبر عبء على النحال من حيث تكاليف شرائها والتكاليف مترتبة على بنائها زائد الأعباء. لهذا لا يمكن أن تغفل عن الإطارات التي سبق أن استعملتها خلال السنة الماضية، يجب أن تهتم بها خاصة في وقت الشتاء. أول شيء، أقوم بتعقيم كل الإضافات سواء المبنية أو التي لم تكتمل بالبناء أو التي لم تعد صالحة أو المحطمة تماما. أقوم بتعقيم الكل في المجمد لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك أبدأ بالتنظيم. تابع معي وستضيف إلى معلوماتك شيء جديد بفضل الله. بعد إخراجي للإطارات من المجمد أبدأ بتنظيمها كما قلت لكم. الإطارات الغير مكتملة بالبناء أضعها في صناديق لوحدها، والإطارات الخاصة بالحضانة وتربية اليرقات في صناديق أخرى، والإطارات الخاصة بالعسل على جهة، والإطارات السوداء القديمة التي مر عليها 3 سنوات على جهة، والإطارات المكسرة في ناحية. بعد هذا الفرز أضعهم على هذا الشكل داخل الصناديق أو العاسلات في انتظار استعمالهم مرة أخرى. بالنسبة للإطارات التي مر عليها 3 سنوات، الإطارات السوداء القديمة هي التي أقوم باستعمالها في اصطياد الطرود، ويكفي 4 إطارات في كل صندوق. وما زاد على هذه الحاجة أقوم بإذابتها لتلحيم شمع الأساس، وما زاد على هذه الحاجيات كلها أقوم بتكسيرها وجمعها في أكياس وبيعها للمحلات الخاصة بمستلزمات تربية النحل. لماذا؟ لأنهم يصنعون منها شمع الأساس، أبيعها لهم وأشتري شمع أساس جديد. بهذا أكون قد وفرت وقللت العديد من التكاليف الخاصة بالإضافات الشمعية. جئنا إخوتي الكرام إلى نهاية هذه الرسالة الخاصة بطريقة تقليل التكاليف الخاصة بالإضافات الشمعية. نلتقي مجددا في درس مقبل بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هانتوما هادو الإطارات اللي ما مكتملينش بالبناء، هاهوما درتهم بوحديتهم. أما هادو الإطارات اللي تكسرو، يعني تتكون كتنفض العسال ولا كي في الخدمة ولا شي حاجة تيتكسرو هاد الإطارات متبقاوش خدامك، تولي تعاود تصلحهم تحيد لهم الشمع، هاهوما. أما هادو الإطارات اللي هما كحل سوداء، الإطارات اللي هما سوداء ما تبقاوش خدامين، عندهم أضرار ديالهم في العمل، عندهم أضرار ما تبقاوش خدامين. هادو لا للحضانة ولا للعسل، هادو صافي ما بقاوش خدامين، عندهم خدمة واحدة أخرى. أما هادو هما الإطارات اللي بقاو نظيفين ومزيانين سواء الحضانة ولا جم العسل، هادو لحد الآن هاد البركة اللي جمعت. اما هاد الجوج ديال الصناديق هادو اللي كانوا تفرغوا داك المره بسبب هجوم النمل، جوج صناديق فقط.
جوج صناديق فقط اللي تفرغوا بسبب هجوم النحل داك المره. الدرس اللي درت لكم من داك المره وصافي، هذه البركه اللي حدي الان راه باقي يعني مع مرور الوقت باقي كتبقى غادي وكتنقص في الاطارات. دابا كل ما كيدخل الخريف مزيان وكيقرب الشتاء وكتدخل الشتاء وكيقرب الربيع الا وراه ضروري ما هاد الفتره كلها غينقص فيها النحل وغادي ينقص فيها غتنقص فيها الاطارات. وكاينه بعض الصناديق اللي غادي يخرج منهم النحل، هادشي راه عادي، مساله عاديه بالنسبه للمربي النحل، راه كيعرفوا هاد المساله. راه ما تيدخل الربيع حتى كتبقى لك واحد البركه، وهذيك البركه راه هي راس المال ديالك من جديد. هذه معلومه خصو يعرفها كل نحل، هو ان راه ما تيبقاش النحل دائما البركه اللي عندك تقول راه عندك 100 يبقاو لك 100، لا راه غادي تنقص تدريجيا على حسب البركه اللي يخلي لك الله عز وجل باش تبدا بها يعني فتره الربيع وفتره يعني الفتره اللي تبدا النحل فيها يولي يزدهر وينشط. Thank you.